تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من رصد خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. بعد تنوع اصابات المدريديين، مره كورونا، مره عضلات، مره كاحل، مره ركبه، سوء الحظ قرر يجيب اصابه صعب نرفض اسمها، التهاب السمحاق الذنبوبي. مرض أنا شخصياً أول مرة بسمع عنه، عشان هيك قمت بالبحث عنه عشان أفهم شو هو وأحاول أشارك معكم بعض تفاصيله. هذا المرض شائع كثير بين الرياضيين، تحديداً العدائيين والرياضيين اللي بقوموا بتمارين فيها قفز. هو التهاب بيحدث في الغلاف اللي بيغطي العظم، وفائدة هذا الغلاف حماية العظم من جهة وتغذيته من جهة أخرى. الالتهاب فعليا ممكن يصيب اي جزء من العظام، لكن الاكثر شيوعا في الساق ووجه القدم، بيجعل المصاب يشعر بالالم في العظم. ومن اسبابه تغيير ارضية التدريب، او وجود برنامج تدريبي غير مناسب، او ارتداء حذاء غير مناسب ايضا. ولقيت مقال للمحرر الطبي أليكسي بورتنوف بقول فيه: يمكن ان يحدث الالتهاب في السمحاق من خلال ردود مختلفة، صدمات، زيادة مفاجئة في الحمل، أو مجهود بدني مفرط دون تحضير مسبق وبدون إحماء مناسب. بعض الأحيان بيكون مجرد التهاب دون أسباب مما سبق، وهو ألم يبدأ بالتدرج ثم يتطور. في البداية ربما لا يشعر به الرياضي، ثم بصير يظهر خلال التمارين. وإن لم يتم علاج المشكلة يظهر الألم بشكل مستمر، وإن لم يتم علاجها بعد ذلك قد يؤدي لكسور في العظام، وتركه أيضا دون علاج خطير ممكن يؤدي لإصابات في الأربطة. العلاج المبدئي عادة بيكون راحة وثلج، لكن لو الالتهاب استمر ممكن اللجوء لبعض أنواع المضادات الحيوية. الراحة المطلوبة عادة طويلة، عشان هيك ريال مدريد أعلن إصابة ميندي لنهاية الموسم. الخوف دائما من الضغط على هذه الإصابة، وهذا خلى كثير من المحللين بقولوا إصابة ميندي هذه بتأكد وجود مشكلة في التدريبات في ريال مدريد. عشان هيك تقريبا كل يوم بنسمع انه في واحد جديد انصاب، واللاعبين بيتأخروا ليرجعوا. لكن ميندي، خليني اكون صريح، حالة خاصة شوي، لانه فعلا تحمل ضغط رهيب بدني بسبب غيابات زملائه، وهو ايضا لاعب بدني بيعطي كثير في الملعب، بيضغط على نفسه. وواضح من قراءتي عن الإصابة انه مهم كثير تضمن تعالجها، لأنه عدم علاجها والاستعجال في عودتها ممكن يؤدي لإصابات معقدة أخرى. بالتأكيد موسم ريال مدريد من الأغرب والأعجب من حيث الإصابات. موسم كان صعب تتصور فيه إنه زيدان يوصل نصف نهائي الأبطال ويظل ينافس على الدوري لآخر أسبوع تقريبا. بالتالي ربما للمدرب الفرنسي عذره، حتى لو ما حقق شيء هذا الموسم، فالإصابات اللي صابته لو صابت فريق آخر، على الأغلب كنا بنتكلم عن فريق يا دوب يتأهل دوري أبطال. نوصل هون لنهاية هذا الفيديو، بدعوكم دائما تتركوا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.